هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلى الله عليه. مولاي صل وسائر دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خالق لله كلهم. صلى الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي. صلى الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه. يا نفس لا تقنطي